كيفاش نجمو نحسنوا قطاع الصحة في تونس؟ كيفاش خدمات الصحة تنجم تزيد تقرب أكثر للمواطن؟ النظام الصحي في تونس عنده برشا إنجازات، ولكن الفوارق الجهوية مازالت كبيرة، ومعدل المسافة اللي يلزم المواطن يقطعها باش يوصل للمركز الصحي يعني سبيتار هو أكثر من 200 كيلومتر في 7 ولايات بجنوب البلاد. واللي نعرفوه إنه المعدات الطبية وشبه الطبية في تونس الكبرى والمناطق الداخلية من البلاد ماهيش بالضرورة متناسبة مع الحاجة، وإلا حتى متوفرة أو صالحة للخدمة. وأكثر من هكا، الطاقم الطبي سواء منه العام أو الاختصاصي في القطاع العام أو الخاص أو الجمعياتي غير كافي بالمرة، ويلزم يكون متأهل أكثر، وعلاش لا نشجعه أكثر. شنو هو مطلوب منا ويلزم نعملوه باش نحسنوا جودة الخدمات الصحية، وباش نتأكدوا إنه كل المواطنين بقطع النظر عن أصولهم الاجتماعية والثقافية يكون عندهم نفس الحظوظ وإمكانية الوصول العادل للخدمات الصحية الجيدة؟ باش نطوروا ونحسنوا جودة خدمات الخط الأمامي وفي مقدمته مراكز الصحة الأساسية، وتولي الرعاية الصحية في متناول كافة المواطنين في كامل أنحاء البلاد، يلزم نعاونوا هالهيكل الصحية باش تكون أكثر كفاءة ومجهزة بشكل أفضل. وهذا ممكن إذا تقدمنا في مسار اللامركزية وتوصلنا لحوكمة جديدة في قطاع الصحة. وباش نقفوا مع تونس من أجل تحسين ظروف المعيشة الصحية وندعموا رفاهية الناس الكل من جميع الأعمار، الاتحاد الأوروبي قام بالتعاون الكبير مع وزارة الصحة في تصميم وتمويل وتنفيذ برنامج اسمه الصحة عزيزة. الصحة عزيزة هو برنامج جاي باش يقوي قطاع الصحة في تونس، وبدينا فيه من عام 2017 وباش يتواصل حتى بعد عام 2021. وبفضل برنامج الصحة عزيزة قدم الاتحاد الأوروبي للحكومة التونسية وزارة الصحة هبة بأكثر من 20 مليون يورو، من بينها ما يقارب من 13 مليون يورو مخصصة لتمويل المعدات الطبية الحيوية وأسطول الكراهب، وتم تخصيص 4.250 مليون للتكوين ودعم القدرات وتحسين التصرف، وزوز مليون يورو باش نقفوا مع المجتمع المدني لتحسيس الناس وتوعيتهم. وهكا يساهم برنامج الصحة عزيزة في تحسين الوصول للخدمات الصحية ويضمن جودتها للخط الأول كما قلنا في 13 ولاية مقسمة إلى 4 أقطاب: ولاية جندوبة، الكيف وسليانة في القطب الشمالي الغربي، القصرين، سيدي بوزيد، قفصة في القطب الوسط الغربي، جابس، قبلي ومدنين في القطب الجنوبي، وقطب تونس الكبرى، قطب شبه حضري يهم سكان جنوب تونس العاصمة، دوار هيشر، التضامن، ولاية بن عروس. ومن بداية شهر مارس 2021 وبمبلغ قدره 13 مليون يورو، الاتحاد الأوروبي قاعد يمول من خلال برنامج الصحة عزيزة في شراء المعدات الطبية وتوصيلها لتونس. أولاً، باش يعزز البرامج الوقائية واكتشاف الأمراض غير المعدية، وهذا من خلال اقتناء 3 آلات لتصوير الثدي لفائدة المستشفيات الجهوية بقبلي وقابس والقصرين، مخصصين للوقاية وفحص سرطان الثدي، و3 مناظير للقولون يعني المصرانة الخشينة لفائدة مستشفيات التضامن أريانا وعليدرات تونس الجنوبية والمستشفى الجهوي بقابس، وهذا للوقاية والكشف عن سرطان القولون. زو سيارات تبريد كبيرة، 324 ثلاجة لقاح، 820 غلاسيير يعني وحدات مباردة تعمل بالكهرباء الحرارية، و 524 نقيلة لقاح لحملات التلقيح بما في ذلك حملات الكوفيد 19. ومع هذا شراء مواد فحص متنوعة باش نتعرفوا على إعاقات التعلم، اختبارات نفسية مختلفة، وأجهزة قياس ضغط الدم للأطفال، أجهزة قياس السمع للوقاية من نقص السمع عند الأطفال، وعددت الإيقاعة للتكفل المبكر بالأطفال اللي يعانيوا من السمنة الزايدة، وهذا بالطبع في إطار الطب المدرسي والجامعي. ثانياً، باش تولي الرعاية الصحية في متناول الناس الكل، برنامج الصحة عزيزة قاعد يمول ويسلم في أسطول جديد متكون من 193 سيارة منها 88 كرهبة خدمات و13 كرهبة نقل، باش تنجم فرق التمريض وفرق المراقبة والإشراف الصحي تتنقل لمراكز الصحة الأساسية البعيدة، وباش نتمكنوا من بعث خدمات رعاية صحية جديدة للمواطن
من خلال اقتناء أجهزة محمولة للموجات فوق صوتية إيكوغراف وكراسي متنقلة لطب الأسنان وأجهزة محمولة لتغطية القلب وشاشات لمراقبة صحة النساء الحوامل. وهالسيارات الكل قاعدة تتوزع على المستوصفات ومراكز الصحة الأساسية والإدارات الجهوية. 6 حافلات نقل باش تتم الرعاية بشكل أفضل للمرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة في المناطق اللي يشملها البرنامج، وشاحنة 3.5 طن لنقل الأدوية. 83 سيارة إسعاف، منها 14 سيارة إسعاف من نوع A مجهزة طبياً بالتمام والكمال. 3 منهم فيهم سامو استعجالي مندمج لحديث الولادة في مناطق قبلي وقابس وقفصة. 49 سيارة إسعاف من نوع B، والحاجة جديدة في تونس والأولى من نوعها هو توفير 20 سيارة إسعاف رباعية الدفع 4x4 للمناطق الجبلية والصحراوية. أسطول سيارات الإسعاف هذا مخصص لمراكز الرعاية الصحية وخدمات المساعدة الطبية الاستعجالية وخدمات الطوارئ والإنعاش المتنقلة في ضوء مخطط تنظيمي للمناطق 13 في برنامج الصحة عزيزة، اللي هي محددة سلفاً وحسب الاحتياجات اللي تعبر عليها الهياكل الصحية. ثالثاً، باش نحسنوا جودة العديد من خدمات الرعاية الصحية ومن جملتها الاستعجالي، برنامج الصحة عزيزة قاعد يقوم بتمويل وتسليم برشا معدات لمراكز الرعاية الصحية وخدمات المساعدة الطبية الاستعجالية وخدمات الطوارئ والإنعاش المتنقلة في 13 منطقة المعنية بالبرنامج، وزيد توفير شاشات مراقبة صحية ومضخات للحقن وأجهزة التنفس وأجهزة تنظيم ضربات القلب وتخطيط القلب وعربات ونقلات وغيره، ومعدات بيداغوجية وتربوية كاملة لتحسين فرق مدارس خدمات الاستعجالي كيف ما العارضات موديل المانكان باش يتعلموا عليهم تمارين الإسعاف ومعاهم أجهزة لوحية رقمية، وباش يتم تعزيز المنصات الفنية للهياكل الصحية الأساسية على مستوى الفحوصات ووحدات طب الأسنان. ويقوم برنامج الصحة عزيزة بتسليم مخابر لصنع الأطراف الاصطناعية وكراسي لطب الأسنان لأصحاب الاحتياجات الخاصة، ومختبرات لرفع العينات البيولوجية منها آلية الكيمياء الحيوية ومقياس التخثر وجهاز الطرد المركزي لمستشفيات الولادة، وكذلك حاضنات لنقل الرضع وطاولات للتسخين وموائد للتوليد. وباش يتم تحسين النظافة في هياكل الرعاية الصحية، شري برنامج الصحة عزيزة خزائن للنفايات الكيميائية ومعدات لتأهيل مختبرات النظافة مثل المطهرات العمودية أي آلات للتعقيم والحاضنات البكتيريولوجية المباردة وأجهزة للسلامة من الجراثيم والأحياء الدقيقة. وباش ينجم يحقق كل النتائج الأخرى اللي حددها البرنامج، واللي هي تحسين جودة خدمات الصحة والتوجه نحو الإدارة اللامركزية للهياكل الصحية وتسهيل الحوكمة المحلية ودعم قدرات الموارد البشرية في 13 منطقة، قام برنامج الصحة عزيزة بتخصيص مبلغ 4.250 مليون يورو للتكوين ومصاحبة هالتغيير لأعوان الصحة. وهكا قام برنامج الصحة عزيزة بتصميم وتمويل وتقديم ما يقارب من 392 دورة تكوينية في محاور متنوعة، أي أكثر من 657 يوم من التكوين تم تنظيمه على مدار عامين. هالتدريبات استفاد منها ما يقارب من 9000 شخص من أطباء ومختصين وممرضين وقابلات ومسؤولين في الإدارة والمالية وفنيين، تكفل بهم المكونين فيما يقارب من 326 يوم في 13 منطقة المعنية بالبرنامج. كل هالدورات التكوينية تلبي الاحتياجات المختلفة اللي تم التعبير عليها خلال الحوار مع الهياكل، وتدعم الاستخدام السليم للمعدات اللي تم تمويلها وتسليمها وتلبي الأهداف اللي يسعى البرنامج لتحقيقها، من حيث صحة الفم والأسنان، الصحة النفسية، صحة الأم، الطب المدرسي، طب الطوارئ، جودة الخدمات من خلال منهجية الاعتماد وتحسين نظافة المحيط وحماية البيئة، والمزيد من التكوين في الموارد البشرية والتجهيزات والمباني، وفي حسن التصرف في الميزانية والتمويل والشراء والعقود والصفقات العمومية، وكذلك في التخطيط المستقبلي والتربة على اللامركزية من أجل ديمومة هذا المسار. من خلال برنامج الصحة عزيزة، تونس والاتحاد الأوروبي معاً لدعم صحة المواطن والمجتمع.